ولكن خلينا نعرفها من الاستاذ حسين شعبان صحفي بجريده الشروق والمرافق لبعثه منتخب مصر هناك. اهلا بيك يا استاذ حسين. استاذ حسين اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا استاذ حسين، طمنا وادينا على قد ما تقدر كده صوره مقربه من الاحداث هناك وكيف تسير الامور في تدريب منتخب مصر وكواليس اقامه البعثه هناك استعدادا لهذا اللقاء الهام جدا. حاليا في الوقت الحالي الكابتن سيد غريب يعقد المحاضره قبل المحاضره لالقاء بعض التعليمات للاعبين شرح الفتره اللي هيلعب فيها المباراه منتخب مصر. القائمة بتاعها هي 10 مساء لتاريخ القاهره والثمانيه لتاريخ المباراه صعبه. سيد غريب اكد بتصريحات الجهات الاعلاميه حدث المباراه السكن اللي اول مباراه رسميه له مع المنتخب بعد اربع مباريات وديه تقول بيثبت بتحقيق نتيجه جيده لاعتقد لاعبين دفع معنويه قبل مباراه الاربعاء المنتخب بالسبب بتاع الدوري. شايف غريب اكثر كمان البعثه الاعلاميه ان هدفه هدفه تحقيق الثلاث نقاط وهو بيثبت الثلاث نقاط. السكن هنا بيلعب على دفاع السنغال الضعيف نسبيا وعلى عكس خط الوسط وخط الهجوم المتميزين اللي بيجم لعيبه كبيره ويستغل دفاع السنغال، يعني لان دفاع السنغال ضعيف نسبيا وهو بيعتمد على محمد صلاح خط الهجوم ماشي واحمد وعمرو جمال المتوقع مبدا المباراه. في كابتن سامي غريب اكد بالبعثه الاعلاميه ان الفريق بكره ان هو تطلع التشكيل اللي هيخوض المباراه وخطه المباراه بس ورفض الاعلان عن التشكيله الى المحاضره الاخيره اللي قبل المباراه بتاعتهم. لكن الفريق البعثه الاعلاميه من توكلت التشكيل عن طريق بعض الجواسيس جوين وان يعني استقر يعني جزء كبيره على طريقه 3 5 2 بوجود ثلاث لاعبين في منطقه الدفاع وثلاث لعيب منطقه الرد بلاعبين جيل دفاعيه والاعتماد على امتلاكات محمد صلاح وعمرو جمال او احمد حسن كوكا. طيب استاذ حسين، يعني سريعا ابرز الوجوه الموجوده داخل المنتخب اللي ممكن الكابتن شوقي من خلال تواجدكم في السنغال يبدا بها مباراه الغد. خط الدفاع ممكن انتم شايفين من خلال التدريبات التركيز على مين وممكن مين يمكن يبدا في الدفاع؟ هو المتوقع التشكيل لما تبدا المباراه هو تشيك اكرام حراسه المرمى مش الحضر يعني يا استاذ حسين وعلي بدران المتابع بين احمد فزازي وشوقي السعيد. على الباك اليمين احمد المحمدي وعلى الجانب الايسر صبري رحيم. في نص الملعب احمد صبحي وحسام غالي وحسن عبد ربه. بالاعتماد على محمد صلاح وعمرو جمال او احمد حسن كوكا. هل هيبقى ممكن الجبل الاسر ممكن نشوف مؤمن زكريا ولا احمد حمودي كمان؟ على الجانب الايسر ممكن لا المتوقع لو هيبقى على الجانب الايسر على اساس محمد صلاح موجود على الجانب الايمن محمود عبد المنعم كهربا او احمد حمودي. ما هو مؤمن زكريا كمان. لا مؤمن زكريا ده يعني خلال التدريبات الاخيره يعني من المتوقع ان مؤمن زكريا يكون خارج التشكيله. طيب استاذ حسين مؤكد ان التدريب القوه بس يعني واضحه يعني معالي التشكيله اللي هي بتاعتها كابتن شوقي يعني. طب استاذ حسين، عمرو جمال كان مصاب بنزله برد شديده وكان في انباء ان هو لسه لم يتعافى تماما. طب احنا شايفين خالد قمر، يعني عمرو جمال او اوكي خالد قمر بعيد هيبقى في الاحتياطي ويعني نسبه مشاركته في من البدايه ضعيفه؟ يعني عمرو جمال تعرض لنزله برد في اللعبه ونزله نزله برد يعني رجع في مهام الصلاح فيها رجع بالسيارة لكن ظهر خلال تدريب الان في بصوره اكثر من رجعه ومن المتوقع يعني حسب نظره بعض المتابعين هنا في السنغال ان عمرو جمال نتيجه المباراه.
تمام. ولا لقب غيره عم خالد عمر او احمد حسن توتا يعني. واحد منهم. طيب. هو يعني خلال المباراه يتبدا من اكثر من لاعب بكل تشكيله اساسيه. ولا يحصل اي حاجه اي تشكيل الا قبل المباراه بتاعتين اثنين. استاذ حسين يعني عايز اسالك سؤال ومش شرط الاقي اجابته معاك، لكن بالتاكيد انت معايش الاجواء هناك فممكن يعني تقول لنا مؤشرات حتى بالنسبه للقائمه الاوروبيه. انت عارف بخصوص محمد صلاح واحمد حجازي وشيكابالا، محمد صلاح موجود خلاص في القائمه الاوروبيه الخاصه بفريق تشيلسي وشارك في البطولات اللي موجوده هناك وده كان امبارح اعلن. بالنسبه لشيكابالا واحمد حجازي في فرونتينا او سبورتنج لشبونه مش موجودين في القائمه دي، هل كان في اي ردود فعل؟ هل كلمتوا مع اللعيبه هناك في هذا الشأن عن معنوياتهم عن هذه المباراه وخاصه مباراه السنغال محتاجه تركيز شويه كابتن شوقي قافل على لعيبته؟ هو لا كابتن شوقي رفض تصريحات ثالث من اي لاعب خاصه محمد صلاح، واحنا كمجموعه من الصحفيين حاولنا ناخد اي تصريح من محمد صلاح، لكن اللاعب رفض بشده. بعض اللاعبين اكدوا ان محمد صلاح يعني بيمارس حاله نفسيه نتيجه عدم مشاركته مع السلفي. دلوقتي شيكابالا يعني بيمر نفس الظروف محمد صلاح. يعني الشروط شايف وهو احمد حجازي نتيجه عدم تربيه في الكره الاوروبيه. لكن على ما اعتقد ده بحسب رؤيتنا كمجموعه من الصحفيين ان شيكابالا ممكن يكون خارج التشكيله بكره، يعني يضيف اكثر من لاعب في مكانه. يعني محمد الكابتن شاري غريب ركز بكره كبيره على محمد صلاح واحمد حمودي. اخيرا استاذ حسين دكتور ايهاب من شويه خلال المباراه يعني في بعض المتابعين يعني من الجهاز الفني اكد ان احمد حمودي ممكن يكون مسجل في الكابتن حسن شحاته مسجل الكابتن شاري غريب خلال المباراه. الدكتور ايهاب من شويه كان بيطمن منك على عمرو جمال، ايضا كابتن سمير عدي يعني كان تقريبا تعب شويه في الطياره في اثناء البعثه او في اثناء الرحله من القاهره الى دكار، حابين نطمن عليه. كابتن سمير عدي. كابتن سمير عدي بيقول مزيد جدا 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 لا يقل ولا يمل. كابتن سمير ربنا يكون في عونه يعني ما بيمنش. فهو اتعرض لغيبوبه ونادي الصفر قبل يعني اطلاع الطائره من الزهره من مسار الزهره مما ابتدى في تاخير الطائره اكثر من ساعه. لكن طارق سليمان قام معاهم مجهود كبير جدا واطمئنان عليه حتى في صعود الطائره رفض الاطلاع قبل الاطمئنان على كابتن سمير عادل. الان حاليا يعني كابتن سمير في حاله صحيه جيده وبيتابع شغله بكفاءه وبدون اي تعب او اي حاجه. طيب استاذ حسين اخيرا يعني عاوز اسالك سؤال سريع جدا، وسائل الاعلام السنغاليه ونظرتها لمباراه الغد بمشيئه الله وتذاكر المباراه هل نفذت؟ الاستاذ حابب ممتلع عن اخره، انتم عايشين هناك يعني حطنا ايضا في حاله من المعايشه معاكم. كنت مطلع منذ قليل مع احد الصحفيين السنغاليين ومع بعض الصحف السنغاليه عنوانت بان محمد صلاح ليس هو منتخب مصر وان منتخب مصر يوجد فيه اكثر من محمد صلاح وان هو المدير الفني الفرنسي الم جريت وضع قصته على مواقف محمد صلاح والمفاجئ اللي هو عملته وقالت ان فيه اكثر من لاعب في منتخب مصر قادر على تسجيل امثال احمد حمودي وصالح جمعه واحمد المحمدي لكن ركزوا بصفه اكثر بصفه على ان دفاع منتخب مصر يعني ليس بالقوه كما هو معتاد من قبل. خاصه في جيل جديده باحمد حجازي وعلي غزال واحمد حسن واحمد سعيد بقيت شوقي سعيد ان هنا ما فيش خبره في المباريات الافريقيه. طبعا الصحف الغريبه اكدت ان جيل بابا لاعب جيل بابا لاعب شكله موجود وبيشتكاش التركي أما غيابه عن المباراة لم يؤثر بوجود أكثر من لاعب مثل موسى تو المهاجم تمام التركي ويجي أمامهم كبيرة على اللاعب موسى تو في تسجيل أكثر من هدف في مرمى منتخب المصري.
التحف السنغاليه اكدت اكثر من مره وعملت ان المنتخب المصري ليس بالقوه كما كانت السابقه. الاعتزال بغياب عدد كبير من النجوم امثال محمد ابو تريكه ومحمد بركات ووائل جمعه ومحمد زيدان وعماد متعب. اعتقد ان النتيجه على المنتخب المصري سيكون بسهوله. سياسه الجيش وجاسر هنا شكر على النتائج. الاستاد يسع اكثر من 60 الف متفرج. تم بيع اكثر من 5000 متفرج حتى الان. الاستاد من المتوقع ان يمتلئ الاف خاصه ان هي اول مباراه على الملعب بعد غياب 12 شهر. اللي بيخاف من كده من الاتحاد الافريقي. الصفقة السنغالية أكدت أن سجلات الأسعار التذاكر تتراوح ما بين 10 دولار إلى 20 دولار. بالقيمة المحلية تبقى مكاسب يعني بالقيمة المحلية في السنغال يعني. ايضا كان في جيرس المدير الفني الفرنسي للمنتخب السنغالي كان قال ان مصر افضل المنتخبات الافريقيه واتكلم عن المنتخب بشكل كويس. هل شايف ان ده نوع من انواع المداعبات، نوع من انواع يعني مراوغه اعلاميه بداعب كابتن شوقي غريب بيشوف مواضيع التشكيل ومواضيع الاهتمام والجديه في هذا اللقاء؟ والله تصريح ألان جريس نوع من الحرب النفسية. يعني هو بيقصد ان عشان ما هو قال منتخب مصر منتخب ضعيف، اللعيبة لعيبة السنغال يتم يعني تتساهل بمنتخب مصر. لكن هو أكد في تصريحات الصحف السنغالية ان منتخب مصر قوي وان يضم لاعبين الدوليين امثال محمد صلاح واحمد المحمدي وان اللاعبين وان منتخب مصر يعني صابر على الفوز بالمباراه. على عكس بعض التصريحات على عكس هذا الصحف الصنغاليه اللي اثبتت ان منتخب مصر منتخب ليس بالقوه كما كانت السابق. بدليل عدم تاهله لكاس العالم وعدم وصول الجوهرتين المتفرجين لكاس الامم الافريقيه. فاعتقد ان المنتخب المصري في مرحله بناء عايز بناء من جديد على عكس المنتخب الصنغالي اللي تميز بصفر كل اللعيبه المحترفين في الدوريات الانجليزيه والتسليمات الاوروبيه. شكرا جزيلا زميل حسين شعبان الصحفي بجريدة الشروق من السنغال.